نجم السماء هيثم شاكر، اهلا بيكم، منور جزيره الجفتون. اهلا بيكم، منوره باهلها. مبدئيا كده قول لي، انت جربت سكاي دايفنج قبل كده ولا دي اول مره؟ لا بصراحه دي اول مره يعني، وانا ما كنتش متخيل ان انا هبسط كده بصراحه. قول لي يا هيثم، لو هتبعت رساله لاصحابك كلهم وعايزهم يجربوا السكاي دايفنج ويجوا جزيره الجفتون، هتقول لهم ايه؟ اقول لهم مفيش مكان احلى من كده في العالم كله ييجوا يجربوا فيه السكاي دايفنج بصراحه. يعني انا المنظر من فوق بتدريجة ألوان البحر، بالجبال، بالشط، بالرملة، حاجة فوق الخيال بصراحة. طب قولي، قريت عن جزيرة الجفتون حاجة قبل ما تيجي؟ مالديف الشرق الأوسط يعني. الله، حلو. وفيها طائر مهم جدا. طائر مهم جدا؟ آه، النورس. برافو عليك. شفت كتير منه وأنا نازل كمان. صوت من السماء ونزل على الأرض النهاردة، نورنا في حلقتنا. عايزين نسمع الفويس نوت ونشوف حالتك قبل الطيارة زي بعد الطيارة ولا لأ. لا انا عايز اقول لك كويس ان انا الحمد لله نزلت بالسلامه عشان امسح الفويس مسج الفويس نوت دي، علشان يعني لو كنت بعتها كنت خسرت كتير. طب ممكن نسمعها؟ يلا نسمعها. دينا، ازيك؟ يا رب تكوني بخير. هتلاقي في درج الكومود في ورقه فيها جميع الباسوردز بتاعت كل حاجه تخصني وحساب البنك وكل حاجه، يعني عشان انا هعمل حاجه خطر قوي من الحاجات اللي انا كان نفسي اعملها واللي كنت كاتبها في الليسته بتاعت الحاجات اللي انا نفسي اعملها في حياتي يعني، فانا رايح اعملها دلوقتي، فمش عارف هترسى على ايه. ان شاء الله خير باذن الله.